فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سمع الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله ثم لم ينكر وذلك لكثرة تردد هذه الألفاظ يكون ممن كتم العلم؟ كل من كتم شيئا مما يحتاجه الناس من العلم فهو كاتم، وهذا يختلف باختلاف المسائل. نعم، إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على ذلك هو معذور، أو كان ما لم يخبر به لو بينه للزم على ذلك محذور شرعي، فإنه يكتم كما في الحديث لا تخبرهم فيتكلوا، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يأخذون جانب الرجاء ويتركون الأعمال. فإذا كان البيان يؤدي إلى محذور أكبر فإنه يجوز الكتمان. نعم.